مشاهدي صوت الساحل التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات. نحن اليوم متواجدين في مركز التكوين المهني بالقلعة الكبرى في ضيافة مديره السيد نور الدين عبيد. مش نحكيه على قطاع التكوين المهني، مش نعرفه بالمركز، نعرفه على أفاق التشغيل والشغل في تونس في منظومة التكوين المهني. سي نور الدين، عسلامة ومرحبا بك. مرحبا بكم. سي نور الدين، نحب نحكيه على مركز التكوين المهني بالقلعة الكبرى. تعرفنا تاريخ تأسيسه وتعطينا لمحة بسيطة على المركز، على الاختصاصات المتوفرة في المركز. بالنسبة اللي يحب يقرأ في المركز، شنو موجود فيه، شنو ينجم يتعلم التلميذ أو الطالب أو القاصد لهذا المركز؟ مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى، أول انطلاق التكوين فيه كان سنة 2006. طاقة الاستيعاب في حدود 500 متربص. نأمل الاختصاصات التكوين المستمر، التكوين الأساسي. في التكوين الأساسي عندنا 5 اختصاصات، في شهادة الكفاءة المهنية 3 اختصاصات، وفي مؤهل تقني مهني اختصاصين. في المؤهل تقني مهني عندنا تقني في الصيانة الصناعية، مدة التكوين هي 2 سنين، وفي صيانة التجهيزات الكهروبنزلية كذلك 2 سنين، هذا فيما يخص مؤهل تقني مهني. وفي شهادة الكفاءة المهنية عندنا مركب أسلاك كهربائية، مركب في كهرباء البناء، وعندنا إلكتروميكانيك. اختصاصات متنوعة أكيد. مش نحكيه على قطاع التكوين المهني، لماذا هذا القطاع لا يحظى بأهمية من قبل التونسيين؟ عنده سمعة سامحني بين قوسين مش نقول سيئة، أغلبية الناس اللي تقولها تكوين مهني يقول لك هو منفذ أو المنفذ الأخير بعد الانقطاع عن الدراسة. التلميذ التونسي ما يفهمش إلى التكوين المهني، ولا ما يستوعبش إلى التكوين المهني ينجم يفتح له فرص أخرى للتشغيل. كان تجم تحكينا على قطاع التكوين المهني في تونس، ونحب نحكيه على جهة القلعة الكبرى والساحة بصفة عامة. سيادتك ذكرت عدة مشاكل، ولكن الأسباب ما تعد. الأسباب في مجملها كمنظومة مسؤولة على تردي إلى حد ما سمعة التكوين المهني، ولكن التكوين المهني هو عماد الاقتصاد في البلاد. منذ سنة 2000 يعني انطلقت الدولة في إصلاح التكوين المهني، في منظومة إصلاح التكوين المهني، ويشهد انطلاقة كبرى، ولكن مش بالسهل تغيير العقلية اللي موجودة على التكوين المهني. الواقع كما قلت لك أن التكوين المهني هو عماد الاقتصاد في البلاد، لأنه يوفر اليد العاملة المختصة، واللي هي بدورها قادرة على تحسين الجودة داخل المؤسسة الصناعية، وبالتالي تطوير القدرة التنافسية في هذا الإطار. التكوين المهني حاليا قاعد يوفر في يد عاملة مختصة في عديد الاختصاصات كما سبق وذكرت لك. نحكي على الأفاق. أفاق الطالب أو التلميذ أو المنخرط في منظومة التكوين المهني، نحب نحكي بالتحديد في مركز التكوين المهني والتدريب القلعة الكبرى، ماذا ينتظره بعد قضاء فترة التكوين؟ هل هناك شراكة بين مؤسسات اقتصادية؟ هل هناك معناها فترات تربص؟ معناها يتكون الطالب أو التلميذ يتكون وتخليه وحده في سوق الشغل، أم تراقبوه هناك مراقبة مستمرة؟ نحب نسأل بعد ما يتكون قضى فترة العامين أو 3 سنوات، ماذا ينتظر المتربص مركز التكوين؟ هو في أقصى تقدير 2 سنين. نمط التكوين المتابعة هو نمط بالتداول، أي أنه المتربص يقوم بفترة في المركز، فترة التكوين في المركز، يتخللها بيسير فترة تدريب داخل المؤسسة الصناعية، واللي تقدر في غالب الأحيان 50% بالمركز 50% بالمؤسسة. دونك المتربص اللي يقرأ في التكوين المهني جينيرالمون يتخرج من المركز يكون فاعل أوبيراسيونال، يعني قادر أنه يندمج في سوق الشغل بسهولة، بالإضافة لأنه قادر على الانتصاب للحساب الشخصي. وهذا ما يميز قطاع التكوين المهني، أنه ما يقعدش المتربص ولا طالب التكوين مقتصر على المؤسسات الصناعية.
سألتك بكرة على وقود الشراكة، يعني هناك مثلا فما شراكة بين المؤسسات الاقتصادية، وتجي لكم انتم مثلا تبحث عن يد عاملة مختصة، يد عاملة مكونة، اكيد تتصل بكم وتكون دائما في اتصال بكم وتبحث عن هذه اليد العاملة. الشراكة متواجدة بين المركز وبين المؤسسات الاقتصادية منذ أول فترة التكوين، منذ انطلاق فترة التكوين، بالتربص اللي يقوم به المتربص أو طالب التكوين، بالإضافة إلى يعني عند تخرج المتربص المؤسسات الاقتصادية تقوم بالاتصال بالمركز التكوين ونمدها بهواتف وعناوين المتخرجين يعني من المركز. نحب نحكيه على الطلبة، أكيد فما جانب كبير من الطلبة متحصلين على شهادة العلمية، شهادتهم مثلاً كي نحكوله طالب العربية أو الفلسفة، سوق الشغل ما تعرف ما عادش معناها قادر على استيعاب هذا الكم الهائل من المتخرجين، يحب يوجد نفسه موقع يتموقع في سوق الشغل، هل بإمكانه القيام بتربص أو تكوين في مركزكم أو الاتصال بكم باش يكون ملائم لحاجيات سوق الشغل؟ أكيد هذا هناك عدة آليات متوفرة لحاملي شهادة العلمية في أنه قادر أنه يقوم بتكوين في يعني في نقولش في اختصاص في كومبيتانس، لأن احنا نكونوا avec le mode d'approche par compétence، يعني الشهادة اللي يكتسبها هي متكونة من عدة مهارات، هي مجموعة من المهارات، مجموعة من المكتسبات، دونك الطالب قادر انه يتكون في مهارة معينة ويتحصل على شهادة فيها. نحب سؤال في الختام، حكينا على واقع التكوين المهني، نحب نحكيه على تفشي البطالة، نقول البطالة تفشيت خاطر اليد العاملة غير مؤهلة، واللي يتعلم في قطاع التكوين المهني ما يكونش هو نفس القطاع اللي تعلم عليه، معناها صاحب الشغل ما ثمش فما تنسيق بين المؤسسة وبين المركز التكوين، فما فجوة كبيرة، معناها بالحق فما ناس تتعلم في قطاعات كي تخرج لسوق الشغل تلقى القطاع هذاك مش موجود، شو تعمل هو تكون وعد عامين يتربص في مؤسسة، لكن القطاع ذاك غير متوفر، صاحب الشغل يطلب قطاعات دقيقة ساعات نقوله تعجيزية، علاش ما تصيرش فما تعاون بين أصحاب المؤسسات وبين مراكز التشغيل في توفير هذه القطاعات وتوفير مثلا أساتذة أو معلمين أو مكونين في هذه المجالات؟ فما معلومة يمكن تغيب على الأغلبية، كونه ما فماش تكوين مهني من غير مؤسسة صناعية، يعني الأكتور برينسيبال اللي يلعب دور أساسي في منظومة التكوين هي المؤسسة الصناعية، يعني ما فماش جاب، ما فماش فجوة بين مراكز التكوين أو المؤسسة الصناعية، بالعكس قاعدين يقوموا معنا بدور كبير، ولهنا شخصيا معناتها نحب نشكر معناتها اليوتيكا والمؤسسة الصناعية اللي قاعدين تعملوا معهم، وكما ندعوهم إلى مزيد الشراكة ومزيد الدعم ومزيد التكوين داخل المؤسسة، إنه هذاك اللي يحسن الجودة التكوين، المركز وحده ما يحسن جودة التكوين، المؤسسة شريك فاعل. يمكن فما نقولني معناتها فماش يعني نقص في التواصل، ولكن التواصل موجود، لأنه أساسا التكوين يقع بالمركز وفي المؤسسة الصناعية يقع الكمبليمون دي فورماسيون أكثر منها ستاج. إذا كان الجانب هذا يتصلح ويتحسن أو يتطور فالمنظومة ككل ستتطور بالطبع. ختاما نختم بمنظومة التكوين المهني، هل يمكن أن تساهم في الحد من البطالة وتوفير يد عاملة مؤهلة لسوق الشغل ولمجابهة حاجيات ومتطلبات سوق الشغل، والأهم نحكي على البطالة المتفشية في صفوف مختلف حامل الشهادة العليا وفي صفوف الناس العاديين؟ هذا أكيد جدا، وهذه بالمناسبة يعني دعوة إلى الأولياء وإلى طالب التكوين بصفة عامة،
كونه تكوين مهني هو الموفر براتيكمون الوحيد للشغل، هو اللي يوفر للطالب الشغل من خلال التكوين، من خلال يد عاملة مختصة، لأنه المؤسسة الصناعية ما تنجمش تشغل إنسان ما عندوش مهارة معينة. وإذا كان بالفعل نبحث على الجودة فبالأساس يجب أن تكون مهارة معينة متوفرة لدى طالب الشغل. فالتكوين المهني هو الملاذ الوحيد، وهو اللي يفتح أفاق شغل كبيرة لطالب الشغل وللولي وللأسرة ككل وللمجتمع ككل. شكرا، عايشك، بارك الله فيك سينور الدين عبيد، وإن شاء الله في لقاءات إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.